طب عم عبد الباسط، شفنا لك بعض الفيديوهات بتبقى ممكن في فرح شعبي، معرفش بقى هل انت بقى خلقك ضيق في الافراح ولا انت في حاجات في الافراح الشعبيه دلوقتي ما بتعجبكش؟ في فيديو مشهور ليك وانت بتزعق للرقصات وتقول لهم امشوا انزلوا من هنا. اشتمهم واحنا في حمام. ايه ده، انا جاي اغني ولا جاي الناس تبص لها؟ قلت لهم عليا الطلاق من بيت بصوا ما فيش الا الخرزانه عديكوا بقى على انت هتروح تغني يبقى غنى بس. طبعا. انت جايباني ليه؟ انت جايباني عشان ترقصين ولا عشان انا اغني وابسط الناس؟ فدي اول حاجه تحب لما تغني في حمام السباحه. لا وفي حاجه تانية كمان بتضايقك احيانا في الافراح، اولا انه حد يغني وينشز مثلا. يا صعب يعني، ما تحبش الصوت النشاز يبقى؟ لا لا ما احبوش. هقوم امشي. ايه ده كده؟ همشي على طول. يا خبر ابيض. حكمدار بجد؟ هو انت سموك الحكمدار عشان كده ولا عشان وانت بتغني لك اداء؟ المطرب الشاطر اللي يحب يسمع الناس الكلام الحلو والكلام الجميل. ما تضايقنيش بقى. سيبنا غني. لكن لما كنت اغني اقول لك ايه، سلام للناس اللي جايه، الله الله الله، خرجني بره النموت. اروح سايب الفرح وماشي. بيضايقوني. لا انا جاي اغني، انت هتقول لي سلام واللي داخل ده بقى بتاع زيتون وبتاع لب وبتاع. ما فرح يا عم عبد الباسط، فرح شغلانه. طب ايه اكتر فرح ما تنساهوش في حياتك؟ احنا مره شغالين في امبابه، في حاره ضيقه كده زمان، كانت الافراح يعني والفرح شغال وبتاع، وفي بعد احترامي ليكي بلاعه مفتوحه ورا واحنا مش واخدين بالنا. الحكومة جت بينا احنا والفرقة بنتدربك على بعض، راحت رجلي نازلة في قلب البلاعة. وبعدين شالوك؟ لقيت الفرقة بتاعتي شالتني. أنا ريحت بقى مش موضوع. بلاعة. ربنا يكرمه الظابط دلوقتي بقى حاجة كبيرة يعني. قال لي ليه جريت هناك؟ ده أنا واقف أسمعك. يا حبيبي. قلت له ما أنا لقيت كله جري وقلبني ورا. الفرح كله بيجري من على المسرح قلبوني. اللي حقك علينا، اسف. طب والله كتر خير، والله انه راجل الله يبارك لك. النهارده يقابلني يحضرني كده ويبوسني يقول لي فاكر؟ اقول له انت بتفكرني بايام حلوه، ايام من ايام. لا بس هي الحدوته فيها حاجه يمكن تكون صعبه، بس كمان فيها حاجه حلوه يعني، نص صعب ونص حلو.